سجل يا تاريخ، مبروك لكل أهلاوية. يوم جديد من أيام الانتصارات، يوم جديد من أيام البطولات، يوم جديد من أيام الألقاب. الأهلي يحرز بطولة السوبر المصري رقم 13 في تاريخه من أصل 20 لقب. الأهلي على 13 من كل الأهلاوية في كل الحقيقة. يعني الأهلي مفيش جديد، فرحة. الأهلي هو بركان السعادة بالنسبة لكل جماهيره في كل مكان. واحد، أشكر طبعا دولة الإمارات العربية الشقيقة وشعب الإمارات الشقيق على حسن التنظيم، وعلى ومجلس أبو ظبي الرياضي طبعا على حسن التنظيم وحسن الاستضافة. وده شيء طبعا تعودنا عليه ومش غريب أبدا على أهل الإمارات. دايما الحقيقة تظهر كل اللقاءات اللي بيستضيفوها في أجمل وأبدع مشهد ومنظر. اشكر جماهير نادي الاهلي العظيمه اللي مالت ملعب امبارح، واللي كانوا اصوات كتيره يعني كانت بتراهن على الملعب هيبان فاضي، لكن جماهير الاهلي كالعاده. مفيش نادي في الدنيا الحقيقه اينما ذهب اينما توجه تلاقي الجماهير العريضه والجماهير الغفيره دي موجوده في مدرجات ملعبه، الا قليله جدا ومنهم جماهير نادي الاهلي العظيمه اللي كانت منوره الملعب امبارح، وكانت واحده من تابلوهات الجميله اللي بنعيشها في تتويج جديد للنادي الاهلي. أشكر كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان الحقيقة اللي دعمت وسندت وصبرت في وقت من الأوقات على ناديها لغاية لما عاد في مستواه الطبيعي، غول أفريقيا، غول الكرة المصرية والعربية والأفريقية. الأهلي الموسم ده يا جماعة العلامة الكاملة، نتكلم على في أقل من 6 شهور أو 7 شهور تتكلم على 3 تتويجات، تتكلم على 3 ألقاب. تحتاج أندية تانية سنين وسنين كتير جدا عشان توصل للعدد ده من البطولات والألقاب. الأهلي بيحقق في خلال شهور وتحت قيادة مارسيل كولر 3 بطولة، العلامة الكاملة. ما بنسيبش سطر، احنا ماشيين على كل السطور. بطولة سوبر أولى على حساب الزمالك، وبطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، وبطولة السوبر امبارح على حساب بيراميدز أيضا. اللي خليني أقول الحقيقة وأدي له شهادة حق، يعني لازم نتكلم برضو كلمة حق، أصبح يمكن قطب الكرة المصرية التاني مع النادي الأهلي. امبارح شفنا مواجهة فنية بين فرقتين على أعلى مستوى. اخطا فيها باتشيكو، مش عايز ابتدي اتكلم كوره في اول الحلقه، لكن لازم ادي بيراميدز حقه لانه قدم مباراه كبيره جدا، مباراه كانت صعبه جدا على النادي الاهلي. مكاسب الاهلي امبارح حدث ولا حرج، يعني انا شايف الحقيقه انه مكاسبنا كتير جدا من بعيدا طبعا عن لقب السوبر، وده المكسب الاهم طبعا، لقب جديد وبطوله جديده، وان كان القادم اصعب واهم، لكن كان مهم جدا انه مشوار النجاح الفوز والانتصارات بتجيب فوز وانتصارات، قاعده كده خدها وانت مغمض. كان مهم جدا وانت رايح على مباراتين، او خليني اقول 4 مباريات مهمه جدا، هي اهم 4 مباريات الموسم ده باذن الله ان شاء الله للنادي الاهلي، واصعب 4 مباريات، الاهم والاصعب، اهم 4 مباريات واصعب 4 مباريات للاهلي الموسم ده باذن الله، مباراه الترجي ذهابا وعوده يوم الجمعه الجايه في تونس، وبعدها في القاهره، ثم باذن الله يكون لنا نصيب ونلعب المباراتين النهائيتين، نهائي دوري الابطال السنه دي هيقام بالنظام القديم بقى ذهابا وعوده، في التالي عندك 4 ماتشات مهمين جدا وصعبين جدا، لانك هتقابل الترجي، والترجي واحد من اقوى الفرق في قاره افريقيا، وهتقابل من بعده اما سان داونز ان شاء الله لو تخطيت عقبه الترجي، تقابل سان داونز او الوداد، والاثنين الحقيقه فرق على اعلى مستوى. عشان كده بقول لك 4 ماتشات مهمين جدا، الفوز ده استمرار عجله الانتصارات، والفوز بيدي ثقه وبيدي هدوء وبيدي راحة وبيخفف بشكل كبير جدا من الضغط العصبي، فبإذن الله رايحين بدوافع كتير جدا جدا على مباراة الذهاب، عكس لا قدر الله كانت النتيجة غير كده. واحد من المكاسب المهمة جدا 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 مارسيل كولر اللي بدأ مشواره الموسم ده مع النادي الأهلي في ظروف ما تقدرش تقول إنها الأفضل، في ظروف ما تقدرش تقول إنها كاملة الأدوات. الراجل جه على فريق موجود كان بيعاني من ضغط 3 مواسم سابقين، أثر بشكل كبير جدا على الحالة العامة للفريق، كان في محتاج وقت إنه يكتشف الأوراق اللي معاه، ومع ذلك قدر يحقق 3 ألقاب ويصل بالمستوى الفني، لا سيبك من الألقاب والبطولات، يصل بفريق النادي الأهلي للمكانة اللي يستحقها واللي اطمن جماهيره بإذن الله إنه القادم ما زال أفضل. عندنا لسه مهم جدا دوري الأبطال، عندنا بطولة الدوري المصري، وعندنا بطولة الكاس إن شاء الله اللي هتبدأ بدور 32 بإذن الله. أيام الفرحة جايه والانتصارات جايه والقاب جديده جايه للنادي الاهلي، افرحوا، خليكم فخورين جدا بفريقكم، خليكم فخورين جدا وفي ظهر ادارتكم، خليكم دايما ورا النادي الاهلي زي ما عودتونا وزي ما تعودنا، وباذن الله اللي جاي دايما احلى. فاصل ونرجع نبدا حلقتنا.
مبروك مرة تانية، ببارك لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، في مصر، في كل أنحاء الوطن العربي، في العالم كله، بمناسبة الفوز ببطولة السوبر ليلة أهلاوية كانت لا تنسى الحقيقة. يعني على الرغم دايما ماتشات السوبر أو بطولات السوبر، ممكن لو سألت جماهير الأهلي تفتكر مثلا أغلى الألقاب في بطولات أفريقيا، يقول لك ماتش كذا يوم سنة كذا في مواجهة كذا. الماتشات بتاعت نهايات أفريقيا دي ما بتتنسيش، لكن قصة مش نفس الموضوع في السوبر. لكن أنا متأكد إن ماتش امبارح ده هيفضل في ذاكرة الأهلاوية لسنين جاية كتير جدا، وخصوصا انه الحقيقه كان مكسب مع الرأفه. يعني اللي يشوف بجد بعين المحايد سيناريو المباراه، كان الاهلي ممكن يحقق فوز كبير جدا وفوز عريض جدا على بيراميدز امبارح، اهدرنا فرص كتير جدا، ودي واحده من الحاجات اللي هنقف معاها، لان ما تنفعش تحصل قبل ماتشات مهمه جدا زي قبل نهائي دوري الابطال ومن بعده باذن الله. عندي ثقه ويقين ان احنا هنكون في المباراه النهائيه. بشرفنا النهارده نجم النادي الاهلي كابتن اشرف ممدوح، الحقيقه يعني في المناسبات الحلوه دايما حظه حلو معانا ودايما بنحتفل معاه، والاهلي عودنا دايما على الالقاب والاحتفالات والانتصارات. ارحب بكابتن اشرف. مساء الخير يا اشرف، طبعا مبروك ليك طبعا ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي الفرحه بفوز جديد ولقب جديد وسوبر جديد، السوبر رقم 13 في تاريخ النادي الاهلي. طبعا يعني طبعا سعيد دايما بوجودي معاك احمد، انت عارف، وعلى شاشه قناه نادينا طبعا الغالي الحبيب النادي الاهلي. خليني قبل ما اروح للافراح اسمح لي طبعا اعزي يعني واحد من نجومنا وواحد من بنعتبره مثل وقدوه، لانه انا اشتغلت معاه وانا صغير جدا منتخبات، كابتن هاني مصطفى طبعا رحمه الله عليه، وبعزي شريف ابنه واسرته. خالص التعازي طبعا لاسره كابتن هاني مصطفى، نجم كبير طبعا باسم كبير جدا مع النادي الاهلي. خالص التعازي طبعا، وبكره العزاء هيكون ان شاء الله في مسجد ال رشدان. طبعا مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته ولاعيبته وجهازه الفني، يعني مليون مبروك لينا كلنا، لان الحقيقه النادي الاهلي يعني اصبح الفرحه الوحيده الموجوده تقريبا في كره القدم المصريه الفتره الاخيره. مباراه مهمه، وزي ما انت قلت يا احمد في مباريات كده ما بتتنسيش، فعلا مباراه امبارح مباراه قويه جدا جدا، وتستحق انها تفضل في ذاكره كل جماهير النادي الاهلي على مدار سنين ان شاء الله جايه. النادي الاهلي بطولاته كتير الحمد لله، الدواليب عندنا مش دولاب واحد، يعني الحمد لله مكتظه بالنجوم وبالكاسات وبالبطولات. الحقيقه مباراه مهمه، ومباراه جت في ميعادها. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى دايما بيقسم للنادي الاهلي الخير على مدار تاريخه. يعني بشوف انه في اوقات كده بتحس ان الدنيا مظلمه شويه على في وقت على نيتكم على نيتكم ترزقون صحيح. فربنا سبحانه وتعالى يجيب لك حاجه كده تنقلك نقله ثانيه خالص معنويا ونفسيا طبعا. ودي الحمد لله بتفرق كتير جدا جدا مع لاعبتنا ومع جماهيرنا ومجلس اداره النادي الاهلي طبعا وجهازه الفني. مليون مبروك للمجلس اداره، مليون مبروك لمستر كولر الجهاز الفني اللي تعبوا كتير الفتره اللي فاتت، وهنتكلم في النقطه دي تحديدا يا احمد، لانه طبعا كان في ضغوط كبيره جدا على الجهاز الفني للاسف واللاعبين طبعا للاسف شديد. على فكره يعني احنا اتكلمنا كتير انا وانت انه الراجل او الجهاز الفني نتائج ماشي بشكل رائع جدا ومع ذلك في هجوم ضاري على الجهاز الفني. لاعبتنا امبارح الحمد لله اثبتوا انه دايما المواقف الصعبه هي اللي بتقول ان دول رجال النادي الاهلي. روح تيشرت النادي الاهلي او روح النادي الاهلي كانت واحده من الحاجات الواضحه جدا في المباراه. سيبك من خطه وسيبك من اخطاء باتشيكو، سيبك من تعامل كولر مع سيناريو المباراه والتشكيل والتدوير ومين يبدا ومين يقعد، لكن اكتر حاجه امبارح عجبتني في ال 90 او في ال 120 دقيقه هي الروح اللي كانت موجوده عند لاعبتنا. حسيت قوي بروح الفنانه الحمراء في ماتش امبارح ومباراه الرجاء هناك. يعني بداية مباراة الرجاء هناك أنا حاسس إن في روح مختلفة تماما. يعني حتى لو أكيد أنت اتكلمت عن مباراة الرجاء هناك، نفس الجملة اللي أنت قلتها، الروح هي اللي فرقت كتير جدا في طريقة أداء لاعبي النادي الأهلي وخروجنا بالنتيجة المميزة دي. فأعتقد إنه لاعبتنا الحمد لله ماشيين على الطريق السليم والصحيح، النتائج مميزة جدا الفترة الأخيرة الحمد لله، نتيجة التركيز الشديد جدا. وأكيد هنتكلم أنا وأنت في الحلقة عن الاسماء اللي موجوده داخل النادي الاهلي دلوقتي أسماء كتير. وتركيزهم الكبير جدا انا امبارح كمان امبارح شفت يعني يا كل اللعيبه كانت نجوم. انا ما بقللش ابدا من 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 اسم او بدي كريدت لاسم على حساب اسم تاني، لكن في نسخ امبارح من لعيبه بحبهم وبقدرهم جدا ظهرت بشكل اتمنى يكون بدايه مشوار، لانه لو حصل ده
هنشوف حاجة تانية خالص. صحيح. يعني طفرة كبيرة جدا لأسماء، أعتقد إن معظم جماهير نادي الأهلي تشاركني في قصة إنه إحنا واثقين جدا في الأسماء دي. صحيح. فإمبارح في أسماء الحقيقة كانت منورة بشكل كبير، هتكلم عليها، بس خليني أقول سيبك من اللقب، يعني لقب مهم وهو سبب الفرحة الكبيرة، وأنا يعني عز عليا إنه جمهور بقى، أنت عارف الواحد كان دايما بيشجع الاهلي ونفسه الاهلي يكسب عشان هو بيبقى مبسوط. صحيح. لكن انا كمان بالذات لما بيبقى في ماتشات بره مع مصريين موجودين بره مصر، والاقي المشهد التابلو اللي رسمه الجمهور في الملعب ده، بيصعب عليا جدا انه يعني الجمهور ده يمشي زعلان، تخرج زعلان. فطبعا يعني، لكن سيبك من اللقب، مكاسب الاهلي من وجهه نظرك في التوقيت ده وانت رايح. طب خليني اخد مداخله مهمه جدا يا كابتن اشرف، طبعا اسمح لي وهرجع لنفس النقطه دي. امبارح لقطه، وعلى الرغم من كل الـ يعني لقطات الكاميرات اللي سرقتها مع متابعين او مشجعين او جزء من جماهير النادي الاهلي جوه الملعب، كانت كلها بتقول رسائل مهمه، او كلها كانت لقطات مهمه بالنسبه لنا جدا، واحنا شايفين جماهير النادي الاهلي بتعبر عن مشاعرها وعن حبها للنادي الاهلي. لكن في لقطه انا بعتقد انه الكل اجمع على انها لقطه المباراه، لقطه خطفت الامور قلوب كده الحقيقه، ويمكن اختيار جريدة الأخبار برايل للقطة دي وللشخص ده عشان تطلق عليه رجل المباراة، أعتقد كانت في الجول بجد، الشيخ والقارئ أحمد إبراهيم. طبعا دي صورة الغلاف، غلاف جريدة الأخبار برايل، مان اوف ذا ماتش للشيخ أحمد إبراهيم اللي ظهر امبارح وخطف قلوب كل الأهلوية وهم بيتابعوا المباراة. الشيخ أحمد إبراهيم كابتن أشرف معانا على التليفون، خلينا نرحب بيه ونقول له مبروك. طبعا اكيد واحد من الجماهير اللي فرحت امبارح بتتويج جديد للنادي الاهلي. يا شيخ احمد اهلا وسهلا بيك معانا في السادسه. يا مرحبا استاذ احمد، يا مساء الخير، اهلا 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 الف الف مبروك يعني لنا كلنا. يعني على قد ما الناس كانت مركزه قوي في الماتش، وكانت مركزه قوي في الملعب، وكانت مركزه قوي انها تاخد لقب وبطوله جديده، لكن ظهورك في الكادر وظهورك على الشاشات خطف قلوب كل الاهلاويه يا شيخ احمد. صحيح حبيبي، احنا طبعا يعني احنا محظوظين بتشجيع الاهلي طبعا. انا برضه انا كنت مركز في الماتش والله اكتر من اللقطه دي يعني، حتى طبعا وقتها على طول يعني انا كنت بعت لي في وقتها الموضوع كله والناس قاعده تتصل وكده. ايوه. لكن والله ما يعني ما كانش في اي استعداد خالص ان الواحد يبص على اي حاجه غير ان احنا نركز ان يعني نكون في الماتش ده يعني. وطبعا يعني اللي حصل ده كله طبعا انت عشان بتشجع الاهلي فلازم يحصل معاك كده. ايوه انت طلعت ترند على طول، طلعت ترند على طول مع يعني مع اثناء المباراه يعني. بالظبط. قول لي بقى ده الف... ما انا ده يعني ده يعني من فوائد تشجيع النادي طبعا. طيب قول لي الاول احساسكم كان ايه قبل المباراه، وليه فكرت تحضر المباراه من الاستاد؟ والله انا هو احنا دايما واثقين في لعيبتنا يعني اولا يعني. ايوه. بس كان في شويه خوف من الاستاد ده بالذات يعني في الماتشين اللي قبلهم. بس سبحان الله يعني يعني كان عندي شويه تردد، وبعدين خلاص قررت ان انا اروح يعني. لكن احنا دايما ما شاء الله لعبتنا رجاله يعني. لا ده انت متعود تحضر ماتشات الاهلي بره. انا عارف انك انت اساسا يعني مكان سكنك في دبي مش في ابو ظبي، انت سافرت ورا او اتحركت يعني من حضرت الماتش ده قبل، وحضرت سوبر العين اللي فات ده على طول. وحضرت قبل كده في نفس الاستاد ده كمان المره اللي فاتت. ايوه. بعد اي فرصه بتحضر فيها يعني بتكون موجوده، اي فرصه بتكون متاحه طبعا لازم احضر. وقول لي اخبار ردود الافعال ايه عندك في الامارات، في ابو ظبي كانت او دبي بعد فوز الاهلي والتتويج؟ لا اولا يعني طبعا ما يفوتناش في الوقت ده، احنا بنشكر دوله الامارات يعني على الاستضافه الجميله، والاجواء بصراحه يعني بتكون مهيئه لاي حد انه يحضر يعني، سواء ذوي الهمم او اي حد يعني. بتكون الامور صحيه جدا، وليك مكانك الخاص ومكانتك وكل شيء يعني ما شاء الله. فهم وطبعا لا الاهلي مكسبه عيد في اي مكان يعني. ايوه اكيد. عرفت ان هم اختاروك رجل المباراه في جريده الاخبار او في صحيفه الاخبار برايل؟ عرفت، ولو كان في ضربه جزاء ثانيه كنت ممكن اجيبها على فكره. منور يا شيخ احمد، وانا سعيد جدا الحقيقه انك بتتابع بالشكل ده، ويعني ببارك لك طبعا واحد من جمهور النادي الاهلي العظيم اللي متابع في كل مكان. عايز اسالك بس انت رايك في النادي الاهلي في الفتره الاخيره ايه؟
والله لا بصراحة ما شاء الله، يعني الموضوع في تقدم كبير، وكل ماتش أحسن من اللي قبله، والحمد لله الإصابات يعني بتقل الحمد لله، وطول ما احنا عندنا أحسن لعيبة في مصر يعني، صحيح، وفي الحمد لله افريقيا وفي الوطن الموضوع العربي كمان. بيكون متوقف على التوفيق يعني. بس صحيح. احتفلت ازاي ومع مين يا شيخ احمد؟ والله كان معايا صاحب ليا في الاستاد يعني، الشيخ اشرف الله يحفظه يعني، ده يعني بيكون مرافق ليا دايما في الماتشات اللي زي كده يعني. احنا الحمد لله على طول بنحتفل يعني، الموضوع مع الاهلي دايما في احتفالات يعني الحمد لله. الحمد لله. لو تحب تقول، وطبعا انت عارف انا لسه كنت هتكلم مع كابتن اشرف في موضوع، خليني اخد رايك فيه برضو. احنا الحمد لله لغايه دلوقتي الموسم ده العلامه الكامله، لكن الحقيقه العلامه الكامله دي بتحط قدام الاهلي وجماهيره وبالذات الجماهير هدف كبير جدا لو اتحقق. اعتقد انه ممكن يكون لاول مره في التاريخ فكره السباعيه. الاهلي لو فاز السنه دي بكل الالقاب والبطولات يصل رصيده في موسم واحد لسبع القاب، حان منهم ثلاثه، فضل عندنا الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا وباذن الله السوبر الافريقي، وبالتالي نصل خلاص. لسبع القاب انت ما تحسبش الدوري بقى، خلاص الدوري ان شاء الله، ان شاء الله. ان شاء الله لغايه لما يحسم على الورقه والقلم يبقى اللقب ساعتها بتاعنا يا لا شيخ احمد. ان ان شاء شاء الله الله ان شاء الله، وافريقيا والله في المتناول ان ان شاء شاء الله الله باذن الله ان ان شاء شاء الله الله. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي يا شيخ احمد؟ والله. اولا احنا لازم نشكر الكابتن محمود الخطيب يعني على الدعم الدائم للنادي، وسبحان الله الراجل يعني كل ما يعني تشتد عليه الاساءات ربنا يكرمه ببطولات. وطبعا المجلس كله، طبعا بارك المجلس كله، كلهم ناس مترابطه واعضاء محترمين وناس بتقدر النادي وتقدر جمهوره وكده. كذلك طبعا اللعيبه كلهم يعني حبايبنا واخواتنا، وربنا يوفقهم ويبعد عنهم الاصابات، وكلهم على اخلاق عاليه يعني ما شاء الله. وانا يعني دايما دايما حتى بالذات لما يكونوا في دبي لازم نروح نزورهم ونسلم عليهم، ناس يعني متواضعه وناس محترمه والناس تليق بالنادي يعني. انا اتشرفت جدا بالمداخله دي وسعيد جدا ان انا اسمع صوتك، وهكون اسعد واسعد لو شفناك ان شاء الله في ماتشات الاهلي المره الجايه ان شاء الله باذن الله، نكون حاضرين في القاب وبطولات جديده وتكون حاضر في الملعب يا شيخ احمد. ان شاء الله ان ان شاء شاء الله. الله. وانتظروا بس محمد احمد ابني ان شاء الله هنقدم لكم لعيب كبير، بس يلا شاء الله. يلا يلا واحنا مستنيين. ان شاء الله. والسنه الاولى فري ما تقلقش. اسعدتنا يا شيخ احمد ابراهيم، طبعا نجم ولقطه مباراه امبارح كنا سعداء بسماع صوتك معانا في السادسه. اللقطه دي بتهالي يعني طبعا في كتير من الجماهير، ولاد صغيرين شباب سيدات كبار سن، كانوا موجودين كلهم. الحقيقه لقطات كانت معبره جدا قد ايه الجمهور حابب ومنتمي وبيشجع، لكن لقطه الشيخ احمد يمكن كان فيها صحيح حته زياده شويه. صحيح، جمهور عمل ملحمه مش امبارح بس، احنا دايما بنتكلم احمد انا وانت تحديدا هنا انه جمهور النادي الاهلي هو ملهم فريق النادي الاهلي، هو دايما اللي بيدي الدوافع والمعنويات العاليه الكبيره جدا للاعبتنا. الشيخ احمد كمان امبارح لقطه يعني بمليار جنيه مش بمليون دولار زي المكافاه بتاعت مباراه امبارح، هي يعني لقطه مهمه جدا وتبين قد ايه ان جمهور النادي الاهلي في كل مكان في الوطن العربي ورف كل رغم كل الظروف. يعني تحيه كبيره جدا للشيخ احمد، وتحيه كبيره جدا لكل الجماهير اللي تواجدت في مباراه امبارح، كل الدعم الحقيقه لفرقتنا في الفتره الاخيره، وان شاء الله يعني نكمل بقى الفتره اللي جايه، لان الدعم والمسانده دي هي اللي بتدي لعبتنا الروح اللي اتكلمت عنها. صحيح، إن شاء الله. عندك حق جدا في واكد على كلامك ده. خليني ارجع لمكاسب المباراه مره ثانيه، كنت بقول لك لقب مهم، توقيت مهم جدا، وهو ده اهم اهداف اللقاء امبارح، لكن انا بيتهيالي انه الاهلي حقق مكاسب كتير جدا من ماتش امبارح او من ال 120 دقيقه اللي لعبهم امبارح غير قصه اللقب والكاس. بالتاكيد يعني خطوه معنويا تديك معنويات عاليه جدا خصوصا كمان رايح طبعا من كاس سوبر لدوري دوري ابطال افريقيا. الصعوبه اللي بنتكلم عنها دايما، اللي بنقول للناس دايما او لجمهور نادي الاهلي، انك لازم تدي شويه مش اعذار او مبررات او شماعات مساحة، لكن لازم تدي مساحه شويه للناس تتنفس. انت النهارده بتخرج من بطوله، حتى تصريحات مستر كولر، واتكلمت قبل كده عن تصريحات مستر موسيميني، واتكلمت قبل كده عن تصريحات مدربين كتير عندهم ضغط نفسي وعصبي كبير جدا جدا نتيجه تلاحم المواسم ونتيجه تلاحم البطولات. انت بتخرج من بطوله النهارده، جمهور النادي الاهلي اكيد طالب امبارح مستر كوره والجهاز والفني واللاعبين بدوري ابطال افريقيا والدوري. مظبوط، مليون في الميه ده حصل. وبالتالي النقلات الكبيره دي اللي بتحصل ما بين كل بطوله وبطوله محتاجه
دعم كبير جدا وتفاهم وادراك من جماهير النادي الاهلي عشان تقدر تدعم بشكل جيد وتخلي لاعبتنا يبقى عندهم شويه نفس، يعني ياخدوا بس بريك كده عشان يقدر يخرج. ده بمناسبه النفس، يعني اقل شيء يمكن ما بيتخدش في الحسبان او في الاعتبار انه الفرقه دي من اسبوع واحد بس كانت في المغرب. صحيح. وجات من المغرب على القاهره وراحت من القاهره على دبي، على ابو ظبي، ومن ابو ظبي راجع القاهره عشان تسافر تونس. انت بتتكلم في خلال فتره 14 يوم، والنقلات كمان ما بين البطولات والفرق المختلفه طبعا. انا ما رجعتلكش بقى يعني جنوب افريقيا، وما رجعتلكش بقى السودان، وما رجعتلكش المغرب كاس عالم. يعني انا ممكن اخدك رحلات ساعات الطيران اعمل عنها مجلد. فده كله الحقيقه جزء، وفكره انك انت كل بطوله بتلعب فيها كانت صغيره كانت او كبيره انت مطالب انك باللقب. تجيب اللقب. مفيش يعني ده حد ذاته ان اللعيبه دي كان الله في عونها بصراحه، تعيش ده في ثلاث مواسم يعتبروا موسم واحد ممتد شيء صعب جدا. صعب جدا. وده في وقت من الاوقات لازم نعرف انه لما في دروب هو استثناء مش قاعده. خلاص فهمنا الاهلي ان ده الدروب ده بيبقى استثناء مش قاعده. صحيح. فريق ممكن كيرف يقع، لكن مش معناه انه هيفضل واقع على طول. صحيح. وبالتالي الموسم ده دليل على الكلام اللي انا بقوله. الحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد جدا. يعني أيوة. تخيل ان كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، انت يعني بطوله دوري ابطال افريقيا انت بتاخد، او الدوري المصري او السوبر او الكاس، انت بتاخد اعلى، يعني لو بنتكلم 10 من 10 مثلا البطوله، انت بتاخد 6 7 بطولات من ال 10 دول، وده رقم كبير جدا ما بيحصلش في اي فرقه في العالم. مفيش أيوة. فرقه بتقدر تاخد كم البطولات اللي بيحصل عليها النادي الاهلي في كل البطولات اللي بيشارك فيها دي. ده بيدي لك او بيدي جمهورك اطمئنان بشكل كبير جدا، وده اللي بيخلي دايما الجمهور متواجد معاك في كل الاماكن. يعني امبارح بجد انا منبهر بجماهير النادي الاهلي، فخور بجمهور النادي الاهلي. شايف انا خلي بالك انا احيانا كتير بقعد مع اصحابي في بعض الاماكن اتفرج على المباريات وبتعمد ده قد ايه الناس اللي في الاماكن المطاعم او الكافيهات او حرصها وتشجيعها للنادي الاهلي يمكن اكتر شويه كمان من موجود في المدرجات. ده بيدي لك ايحاء انه جمهور النادي الاهلي كبير جدا جدا وعظيم جدا جدا وحريص جدا على فرقته، ودايما هو السند والدعم اللي دايما النادي الاهلي بيبقى بيحصل على البطولات بسببه. يعني اللعيبه انا بشوف طبعا الفريق كله كان مستر كولر، ادارته للمباراه تعامله مع اخطاء باتشيكو الفادحه. انا بشوف ان باتشيكو امبارح يعني هو يمكن كان بيغلوش بس في المؤتمر الصحفي على اخفاقه في تحقيق لقب في خلال، احنا بنتكلم على ايه، بين الكاس، بين نهائي الكاس والسوبر، اقل من شهر. صح، اقل من شهر. ففكره انه الراجل مع يعني مع بالسكواد اللي معاه، هو سكواد محترم جدا حقيقه جدا، يبقى في اخفاق في تحقيق اي لقب واي بطوله. وبمناسبه الالقاب والبطولات، انا عندي، وانت كنت بتتكلم على الجمهور من شويه، انا حابب شويه، والله مش تقليل من حد، ما بحبش اقلل من حد خالص، بس يعني عارف لما 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 تاخدك كده الجلاله زي ما بيقولوا، وتحس انك غضبان على من اداء الفريق، او الفريق عامل جيم وحش، او لا قدر الله حتى فقد لقب او بطوله، افتكر جماهير الفرق الثانيه حالها ايه. طبعا. يعني عشان تعرف انت فين وهم فين. يعني كان الله في عونهم، فرق بتقعد موسم تحارب في كل الجبهات وتطلع الموسم صفر. صحيح. يعني خالي الوفاض، فشوف حال الجمهور ده فين وحال جمهور النادي الاهلي فين. ده اللي بيخلي جماهير النادي الاهلي دايما مطمنه انه هم ورا فريق او في ظهر فريق دايما بيسعى للبطوله رقم واحد بس. يعني هو عايز يبقى رقم واحد بس. أيوة. موجود اثنين لا تعني منصات التتويج بشكل ده الطبيعي يعني. صحيح. ف يعني لعبتنا الحقيقه كل الشكر ليهم، وخلي بالك انا وانت كمان هنا تحديدا في برنامجنا هنا بنقول تحيه لعبتنا من ثلاث مواسم لو فاكر. حقيقي. احنا بنشيد بلعبتنا دي من ثلاث مواسم. صحيح. نتيجه الاجهاد، لعبوا في ظروف صعبه جدا، لعبوا في منافسات ما حصلتش، يعني فيش جيل خاض الكم الكبير من المنافسات دي. كم البطولات دي، دوري ابطال افريقيا اتطور بقى اربع مجموعات، المشوار بقى اطول، بطوله كاس العالم اللي احنا بنشارك فيها تقريبا كل سنه او تلب انا ثلاث سنين بنلعب فيها كاس عالم، بيلعبوا طبعا نتيجه تتويجهم بافريقيا. صحيح. سوبر افريقي، فبيلعبوا من غير جمهور معظم الماتشات، دي نقطه مهمه جدا جدا. مع تدعيم فرق اخرى بشكل فج يعني. فانت بتتكلم الحقيقه في مجموعه من اللاعبين المميزين جدا جدا. صحيح انت محتاج تدعيم في بعض المراكز، ولكن
هذه المجموعة تستحق الإشادة بشكل أكيد. كامل مفيش بدون نقاش يعني. فكل التحية للاعيبة النادي الأهلي وجهازهم الفني، صبروا كتير الفترات اللي فاتت وتحملوا على نفسهم بشكل كبير. ولو هنتكلم على كل لاعب، لا في لعيبة الحقيقة تستحق الإشادة بنسبة كبيرة جدا جدا، لأن هم قدروا يرجعوا لمستواهم مرة تانية. تحية كبيرة جدا أحمد، خليني أبتدي من البداية، من مستر كولر الجهاز الفني كابتن مصان والجهاز الفني كابتن سعد عبد الحفيظ، بالتأكيد له دور كبير جدا في إنه الجميع على مستوى واحد. يعني أنا النهاردة لما بلعب بسكواد 11 لاعب موجود، لا في 19 لاعب آخر كلهم على مستوى واحد. يعني النهاردة لما بيبعد لاعب ثلاث اربع شهور فجأة التشكيل امبارح، فجأة التشكيل مستر كولر جدا فاجئني جدا. مين المفاجأة بالنسبة القندوسي؟ كان مفاجأة بالنسبة لي، أداؤه كان مميز جدا جدا. متولي كان أداؤه مميز جدا جدا، وربنا طبعا يطمن عليه ويشفيه ويعافيه، نطمن جماهير النادي الأهلي عليه. الحمد لله رجع، طبعا البعثة كلها رجعت النهاردة الصبح، وطمنكم على متولي الحمد لله بخير جدا وحالته مطمئنة جدا وما فيش أي مشاكل إن شاء الله. الحمد لله. أحمد عبد القادر امبارح مستواه رائع جدا جدا. أول اسم من شوية بقول في لعيبة امبارح ظهرت بمستوى جدا، لو ده كان بداية انطلاقة ليهم هنشوفهم في حتة تانية طبعا. رغم إن إحنا عندنا ثقة في إمكانياتهم، أداء دفاعي أول هجومي غير طبيعي. عبد القادر صحيح امبارح كمان أداء دفاعي فاجئني. أيوة. عبد القادر امبارح بأداء دفاعي، وده شغل مدير فني، ده شغل مدرب بالتأكيد. أحمد عبد القادر ما كانش عنده الجانب ده بشكل كبير امبارح، بنشوف عبد القادر بيأدي دوره الدفاعي بنسبة 8-9 من 10 بالإضافة طبعا لأدائه الهجومي. عايز أكرر إشادتي بمحمد هاني. محمد هاني يعني النقلة الكبيرة جدا يا أحمد دي، من مستوى مثلا 4-5 من 10 إنه يوصل ل 8.5-9 من 10، لا يستحق عليه الإشادة. وأتمنى طبعا ربنا يحفظه ويبعده عن الإصابات، وأتمنى إنه يستمر في ده، لأنه النهاردة محمد هاني الحمد لله من انتقادات كبيرة جدا جدا بس بتواجده في تشكيل أساسي النادي الأهلي، النهاردة متواجد تشكيل أساسي النادي الأهلي وتشكيل أساسي لمنتخب مصر، ده يستحق الإشادة عليه. علي معلول طبعا أداء رائع جدا. الشناوي امبارح يعني أداء ولا أروع، قائد في الملعب بشكل كبير جدا، تركيز غير طبيعي. الشناوي بالذات يعني نقلة كبيرة جدا، امتداد يعني كمان ماتش الرجاء هناك، لأنه الحقيقة يعني أنا بشوف يعني في ناس وصفته وإحنا بنتكلم على ماتش الرجاء ده إنه ماتش عمر الشناوي، بس الشناوي أنا شايف إنه ليه ماتشات كبيرة جدا وزاد مع المنتخب. امبارح في امبارح كمان لعب جيم كبير جدا يعني صحيح. محمد عبد المنعم وأداؤه الثابت المميز الفترات الأخيرة، لا يعني الحقيقة حمدي فتحي مروان عطيه وادائه الثابت الفترات الاخيره، لان حياه كهربا كمان وعودته بالشكل ده وتالقه مكتوباله يكون سبب في فوز وتتويج. وعايز اقول لك انه فكره انك تبقى متواجد وبتلعب اساسي وتقبل انك تقعد طبعا ده الطبيعي، ولكن مش ده كهربا بتاع زمان. مظبوط. ما كانش كان بينزل مشتت، بينزل زعلان. النهارده كهربا بينزل ومركز وحابب انه يبقى متواجد ومش مهم هو اللي يجيب الهدف، لا اي حد، المهم الفرقه تبقى كويسه وبتكسب. لا في تطورات كتيره جدا جدا في الفرقه، والحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد. مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي على الفرقه اللي موجوده النهارده. صحيح لسه محتاجين تدعيمات وان شاء الله هتيجي التدعيمات دي، ولكن الاسماء اللي موجوده النهارده الحمد لله بتحقق انجازات كبيره جدا جدا للنادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله ان نستمر ده. السبعيه اللي بتتكلم عنها احمد يعني لازم نركز عليها صحيح، لانها مهمه جدا جدا، هتبقى انجاز تاريخي لهذا الجيل في 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 مشوار النادي الاهلي. واعتقد انه هيبقى موسم استثنائي طبعاً. وتاريخ يعني كل اللي هيساهم فيه، سواء كنت بتكلم بقى على جهاز فني، سواء كنت بتكلم على لاعبين او حتى على مستوى الإدارة، إنجاز تاريخي وفي المتناول. ما أعتقدش أنه في المتناول يعني في قريبين المتناول. أنت هتكلم الدوري قريب جدا جدا جدا، تحافظ بس على كورتك ومستواك. وأعتقد في حاجات مؤشرات كده برضو من حاجات اللي قريناها في ماتش امبارح كويسة جدا. خد بالك أنه الأهلي دايما بنقول الكلام ده كل موسم، بحس ان انا بعيد نفسي، الكلام ده قلته الموسم اللي فات وقلته الموسم اللي قبله، انه الاهلي اكتر فريق بيلعب عدد مباريات في مقارنه بالفرقه المصريه. صحيح. انت دايما يعني في دوري الابطال بتلعب بتوصل نهائي بطوله، فبتلعب عدد المباريات البطوله باكملها، بتشارك زياده عليهم في ماتشات كاس عالم. نتيجه تتويجك مرتين بالدوري الابطال تلعب سوبر افريقي، فبالتالي انت من حيث مستوى المنافسه طبعا دوري الابطال هو اصعب بطوله على مستوى المنافسه، مستوى الفرقه اللي بتلعب فيها يعني. صحيح. كاس العالم نفس القصه،
فبالتالي انت من حيث قوه المنافسه بتلعب عدد ماتشات اكبر واصعب من كل المنافسين. ورغم كده ودي نقطه مهم جدا نقف عندها، الناحيه البدنيه عند لعيبه النادي الاهلي. معظم الاستوديوهات امبارح كنت بعدي بسرعه كده بعد 90 دقيقه، قال لك انه العامل، ولما شفنا يمكن كان في يعني لعيبه بيراميدز كتير بتقع على الارض، معظم الاستوديوهات قال لك ان العامل البدني هيفرق لمصلحه النادي الاهلي. صحيح. كتير بيغفلوا الحته دي، وده شيء لابد انه يتحسب للجهاز الفني الحقيقه، والجزئيه الخاصه بالاحمال بالظبط بتاعت الفريق، لانه حتى كمان اللعيبه اللي بتيجي من اصابه او بتيجي من على الدكه بتحس انها بتنزل ملعب بنفس مستوى. احنا لازم نتكلم في النقطه دي تحديدا، لاننا اتكلمنا عنها بشكل سلبي في فتره من الفترات، لان كان عندنا اصابات كتير جدا جدا، ومعظمها كانت اصابات عضليه، ودي كان فيها علامه استفهام. لازم سبوت على علامه استفهام طبعا. مظبوط. ان في مشكله. النهارده الحمد لله ما فيش ده، بالعكس الناس كلها جاهزه، الناس البعيده جدا وما بتشاركش الحمد لله لما بتبقى موجوده ومتواجده بتبقى جاهزه بدنيا بنسبه كبيره جدا جدا. الحمد لله الاصابات قلت بشكل كبير، وبالتالي لا لازم تشيد بالنقطه دي، واتمنى ان شاء الله نستمر في ده. وده محتاج مش بس الجهاز الفني، محتاج كمان اللاعبين يكون عندهم تركيز كبير جدا خارج الملعب قبل داخل الملعب. ففي شوف منظومه كره القدم لازم تبقى دايره كامله مكتمله، ما ينفعش في عنصر منها يبقى ما عندوش التركيز ده، ما عندوش الوعي والادراك ده، انه لازم يبقى انا مركز بشكل كبير جدا في كل حاجه سواء خارج الملعب او داخله. فالحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد جدا جدا في الناحيه البدنيه وفي الناحيه البدنيه، وكمان الانسجام اللي موجود النهارده في فريق النادي الاهلي، انا شايف ان في شكل واداء في اداء النادي الاهلي وطريقه اداء النادي الاهلي اتغيرت بشكل كبير عن فترات سابقه، مش بس النتائج. احنا كنا بنتكلم عن النتائج الحمد لله ماشيين بشكل جيد، لا النهارده كمان كرة. في طريقه اداء وفي كوره وفي شكل جيد للنادي الاهلي. التغيير التكتيك والنواحي الخططيه والتكتيكيه لمستر كولر والجهاز الفني من مباراه لاخرى وحسب كل ظروف مباراه، لا واضح جدا جدا ان الراجل ده بيشتغل كتير جدا على فرقته وعلى الفريق المنافس كمان. هدوءه وهدوء اعصابه بشكل كبير بيدي الكوتش، لانه مش كل المدربين بيبقى عنده فكره انه يكاتشن بشكل جيد اثناء المباراه، لا مستر كولر هدوءه ده بيديله يعني استقرار بشكل كبير، ويديله مساحه كبيره جدا انه يقدر يقرا بشكل جيد الفريق المنافس ويلعب على الاخطاء اللي موجوده، ودي اللي اتكلمت عنها يا احمد انت من شويه، انه في اخطاء للمنافس مستر باتشيكو او بيراميدز. ايوه. قدر يلعب عليها بشكل جيد مستر كولر، وقدر الحمد لله ان نقدر نخرج بنتيجه ايجابيه من المباراه دي ونحصل على البطوله. مباراه الرجاء هناك انا بتكلم عنها كتير، لانه النواحي الخططيه فيها والتكتيكيه وتغيير الاداء داخل الملعب باستخدام عناصر معينه اثناء المباراه فرقت كتير جدا جدا ان احنا نخرج بنتيجه ايجابيه من مباراه الرجاء هناك ونقدر نتخطى هذا الدور. صحيح. الحمد لله الامور ماشيه بشكل رائع جدا، واتمنى ان شاء الله نكمل بهذا الشكل. ان شاء الله هرسم معاك السيناريو بتاع اللي جاي، انه جاي صعب جدا، بس خليني اقول نقطه سلبيه في المباراه شفتها رغم صعوبتها ورغم انك انت يعني ارقامك حتى قبل الماتش ده بتقول ان الاهلي استعاد يعني قوته واستعاد فعاليته بشكل كبير جدا، على الرغم من انه مستوى المنافسه كمان ممكن يبقى اصعب، لكن انت امبارح اهدرت عدد كبير جدا من الفرص المؤكده، ودي نقطه بالنسبه لي. انا طبعا ببقى عيني على البطوله والماتش واللقب وكل حاجه، لكن عيني كمان على اللي جاي. انا كنت بتكلم في اول حلقه اشرف انك رايح لاهم واصعب 360 دقيقة في الموسم كله. صحيح. رايح لأربع ماتشات يحققوا لك لقب الأغلى دوري أبطال أفريقيا، وهتواجه فيهم فرقتين محترمين جدا، إما الترجي طبعا رايح جاي، وإما بإذن الله لو تجاوزت عقبة الترجي الوداد أو سان داونز، تقول الأربعة دول مع الأهلي أو الثلاث فرق دول مع الأهلي هم أصعب هم أقوى أربع فرق في أفريقيا. صحيح. في التوقيت الحالي. امبارح كل لعيبة الأهلي امبارح كهربا، بيرسيتا، حسين الشحات، كل عبد القادر، قندوسي، يعني في كور كتير جدا كانت اهداف شبه مؤكده او اهداف سهله جدا او فرص مؤكده. صحيح. ورغم كده اهدرناها، ودي واحده من النقاط السلبيه اللي انا برضو لازم اقف عندها. متفق معاك جدا، لانه في بعض المباريات ممكن تخلص بفرصه من الفرص دي. صحيح. وما تتكررش تاني، يعني في بعض المباريات فعلا في بيواجه النادي الاهلي في بعض الفرق بتبقى عباره عن فرصه، لو ما جاتش خلاص انت ممكن تخسر اللقاء ده او فمحتاجه تركيز جدا الفتره اللي جايه. ولكن اعتقد انه تشوف المباراه دايما الفاصله او اللي هي مباراه واحده دي بيبقى التركيز فيها عالي جدا، فبتبقى في شعره
ما بين التركيز الزياده او انك مركز اقل، الشعره دي ممكن تفرق كتير جدا جدا في انهاء فرصه زي دي، او في انك تخطا خطا ممكن يضيع منك المباراه. فاعتقد ان امبارح شويه كانت اللعيبه كمان بعد الاحداث اللي حصلت في المباراه دي شويه اللعيبه اعصابها اتشدت اكتر. أيوة. فاعتقد ان دي فرقت كتير شويه. صحيح. في انك وبالمناسبه دي برضو واحده من نقاط يعني انا مش عايز اتكلم في الملابسات ومش عايز اتكلم في القصه. طبعا اتحاد الكوره، خليني اقول لكم اتحاد الكوره نفى بشكل قاطع تحويل يعني تحويل طبعاً. الشناوي، بس كان في كلام ده في الاشاعات وتحويل الشناوي وعلي معلول في كل الاماكن على فكره يعني. وشده لها ما يبررها، لكن انا اللي يهمني الاهم من ده هي قدره نجومنا، خصوصا الكبار منهم واصحاب الخبره منهم. موضوع الثبات الانفعالي ده مش عايز ارجع لماتشات فاتت، لكن ممكن يكلفنا كتير قوي في اللي جاي، وبالتالي لازم يبقى فيه بالذات من الكباتن الكبار، بالذات اللعيبه الدوليه واللعيبه اصحاب الخبره، لانه في اوقات ممكن تبقى الفاتوره غاليه جدا جدا جدا. يعني وعلى فكره احنا بنتكلم عليها من فتره، يعني بنتكلم عليها من فتره انه عبد المنعم والشناوي، يمكن الغريب جدا جدا علي معلول والاغرب منه النهارده كهربا. احنا دايما كنا بنشوف كهربا في المواقف دي هو اللي موجود في النيرف العالي وسط الاحداث. أيوة. النيرف العالي النهارده الحمد لله كهربا العكس تمام، عكس تماما. هو اللي بيهدي، هو اللي بيلم. فاتمنى طبعا من اللعيبه الكبار زي ما اتكلمت يا احمد انه يكون ليهم دور كبير في ان الدنيا تهدى شويه، هم اللي يهدوا الامور. حقنا بيجي الحمد لله، بيجي فنيا ونتائج، وبيجي الحمد لله قرارات اداريه، لانه الحمد لله سلوكيا والله بيجي من السماء قبل كل ده. والله بيجي من السماء قبل كل ده. فالحمد لله الامور يعني اتمنى طبعا ان اللعيبه الكبار يكون عندهم دور كبير جدا الفتره الجايه في حسم الامور دي داخل الملعب، لانه فعلا الفاتوره هتبقى عاليه جدا جدا جدا، خاصه انك بتشارك في بطولات كتير، وخساره لاعب واحد النهارده يفرق كتير جدا طبعًا. لا، وخساره لاعب اثناء مباراه ممكن يكون ثمنه صعب جدا، وخصوصا كامل الاحترام والتقدير طبعا للاشقاء سواء في تونس، او انا حاسس كده انه الوداد هيعملها مع سان داونز، خصوصا انه الاشقاء في المغرب وتونس حريفه قوي في الحته دي. يعني هم بيلعبوا على الناحيه النفسيه دي، وبيحاولوا دايما يبقى في استفزاز او توتر للفريق اللي موجود في مواجهتهم، يمكن وعلى وعسى شاطرين فيها، مدرستهم منتخبات وانديه. فبالتالي لازم ناخد بالنا كويس قوي من الجزئيه، الهدوء، عدم الانفعال، عدم انه حد يستدرجك لاي محاولات استفزاز. الماتش ده بالمناسبه مش احنا بس اللي اهتمينا هنا بيه في مصر، في يعني معظم وسائل الاعلام، في البرتغال، في جنوب افريقيا، في الامارات اهتمت ب مباراة الكلاسيكو او الديربي او بين قطبي الكرة المصرية في التوقيت الحالي. وخلينا يعني نحط الامور في وضعات طبيعية، بيتهيألي انه الاهلي وبيراميدز يمكن يكونوا افضل فرقتين بيلعبوا كرة في مصر في الوقت الحالي. لا شك، ومباراة امبارح كانت صعبة جدا الحقيقة. يعني بيراميدز فنيا كانوا مميزين جدا، وكانوا ند بشكل كبير جدا للنادي الاهلي امبارح، سواء في مباراة السوبر او حتى مباراة الكاس. لا، ماشيين بشكل جيد صحيح، او يعني حتى في ماتش الدوري، او حتى في الدوري الثلاثه اللي كسبناهم في ثلاثه. وشوف انا دايما بقول لك هنا طبعا كولر كعب عقلي على بيراميدز على الكل على الكل على الكل لا خلينا بس على بيراميدز كعبه اعلى شويه. انا دايما الحمد لله يعني النادي الاهلي الحمد لله دايما موجود في منصات التتويج، ولكن الحقيقه انا دايما ببقى حابب اني اشوف اكتر من اربع خمس فرق موجودين في المنافسه، لان ده بيدي طبعا طابع مميز كده للبطولات. صحيح. وانت شخصيا كمان بياخد جداً مستواك ويطلع جداً انت جداً. الاهلي لو على فكره عنده دوري محترم مثلا، دوري قوي اقصد اقول، يعني دوري فيه المنافسه فيه على القمه اكبر من المنافسه فيه على الهروب من الهبوط، يفرق معانا كتير جدا. مستواك بيزيد ومستواك بيفرق، واحتكاكك على المستوى المحلي بيفرق، بالتالي هيضيف ليك قاريا وعالميا، واحنا مركزين قوي في حته عالميا عشان احنا عندنا طموح الحمد باذن الله عالمي. الاهلي عودنا على ده. يعني النهارده جماهير الاهلي لما بتحقق برونزيه كاس عالم تبقى زعلانه،
النادي في حين انه معظم انديه افريقيا نفسها بس تلعب في كاس العالم. انا عايز اقول لك ان انا يعني كنت انا واحد من الناس كان عنده طموح الكاس العالم للانديه اللي فات ده اني ممكن اخد البطوله. انا كان عندي طموح بس اوصل النهائي. لا والله بجد ليه ايه المانع؟ يعني لاعبتنا الحمد لله مميزين جدا جدا، ونتيجه اللقاءات اللي حصلت في كاس العالم للانديه لا تعبر ابدا بشكل او باخر عن اداء النادي الاهلي وعن امكانيات النادي الاهلي. فان شاء الله طموحنا الفتره الجايه ان شاء الله انه نوصل لفاينل كاس العالم للانديه ونحصل على هذه البطوله ان شاء الله بعد السبعيه بتاعه الموسم ده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. خلينا السبعيه ده رقم جديد معانا في السادسه لغايه لما الموسم يخلص باذن الله ان شاء الله، هدف يعني عندي ثقه ان احنا قادرين نحققه وقربنا منه بشكل كبير جدا. هي بس هي دوري الابطال، يعني ده اصعب تحدي قدام النادي الاهلي الموسم ده. عندك مواجهتين فيه مهمين جدا يوم 9 يوم 12 ويوم 19 و19 صح 19 12 في تونس و19 في القاهره، ومن بعد يبقى لينا بقى كلام تاني باذن الله ان شاء الله بس نعدي المطبين دول وبعدها هيبقى لينا كلام تاني. خلينا نروح نشوف وسائل اعلام مختلفه في البرتغال قالوا ايه. طبعا تابعوا جيمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي في جنوب افريقيا، بما ان كان في طبعا بيرسي تاو نجم النادي الاهلي، كان في فخري لاكاي مهاجم بيراميدز من جنوب افريقيا، فصحافه جنوب افريقيا تابعت المباراه وسلطت الضوء عليها. تعالوا نشوف الامارات طبعا بما انها البلد المضيف اللي بيستضيف، ونبدا بالعين عقدة باتشيكو وتألق كهربا، ثمان مشاهد من فوز الأهلي بالسوبر المصري. لسه كنت بقول لك يعني باتشيكو بطولتين في أقل من شهر، ضربتين في راس توجع. ضربتين طويل. الأهلي طبعا دي سكاي نيوز عربية، الأهلي بطل السوبر المصري بهدف معلول القاتل. الهدف هو اللي قاتل مش معلول طبعا، عشان ايه محدش يعمل يطلب التحية مع معلول ولا حاجة. علي معلول يضيف اللقب رقم 15 في مشواره مع النادي الاهلي، تاريخ كبير علي معلول. جدا جدا انا بحترمه بشكل شخصي، روحه تحس ان هو مولود في النادي الاهلي. بروز يعني نفسه طبعا، بروز طبعًا. نفسه من افضل المحترفين اللي انضموا للنادي الاهلي في تاريخ، وانا بيتهيألي في الكره المصريه كلها يعني الحقيقه. وملتزم واخلاقيا وسلوكيا داخل وخارج الملعب، لا يعني الحقيقه كل التحيه لعلي معلول. طبعا علي معلول الاهلي يتوج بالسوبر المصري بأبو ظبي للمرة 13 في تاريخه، واحنا بنتكلم طبعا 20 من أول ما تم استحداث البطولة، 20 بطولة الأهلي محقق 13 منها، وبقية السبعة متقسمين بال والأهلي كان طرف فيهم يعني في معظم. أعتقد إن احنا على الأقل خسرانين أربع ثلاث ألقاب أو أربع ألقاب أعتقد ثلاثة بركلات الترجيح. أنا بتكلم على ركلات الترجيح أربعة صح؟ البيان قالت الأهلي بطل السوبر المصري للمرة 13 في تاريخه، ولقطة طبعا يعني محمد شناوي كابتن النادي الاهلي بيتسلم كاس السوبر. بالمناسبه الكاس ده جديد، الكاس ده بيظهر لاول مره في او كل سنه بيقولوا لي ان كل سنه بيبقى فيه كاس جديد. وتحيه كمان احمد ما ننساش تحيه للشعب الامارات طبعا طبعا لاول حاجه في بدايه الحلقه صحيح اتفق معاك كل تحيه ليهم لانه استقبال رائع واستقبال عظيم. ما بتحسش العظيم انك في بلد غريب بصراحه يعني سواء جمهور او حتى لاعبتنا وجهازنا الفني يحيي الناس الحقيقه بتشيد بالاستقبال صحيح الرائع صحيح والتنظيم يعني مميز طبعا يعني. دايما الاحساس بمشاعر الاخوه وانك انت مش في بلد غريب ده يمكن شيء بينطبق على كل الدول العربيه بجد. يعني انا يعني زرت كتير من اشقائنا العرب سواء في شمال افريقيا او في الخليج العربي، عمري ما حسيت ان انا غريب، بس في الامارات تحديدا فيها يعني فيها حته زياده سنة يعني حب يعني حس فيه بحس بمشاعر كل يعني في كل حته بحس بمشاعر يعني حب ومودة بجد والله. على مستوى بص شوف يمكن سياسيا في اوقات كتير بين انظمه وحكومات ما يبقاش في وفاق، يبقى في توترات، يبقى في خلافات في وجهات نظر، لكن انا يقيني انه على مستوى الشعبي على مستوى الارض على مستوى كل الشعوب العربيه في علاقات دفء وحب ومشاعر صحيح. بتبان في وقت يعني وقت الجد بتبان، ما هياش مجرد شعارات بتتردد صحيح. لكن لما بتروح وتشوف الناس ازاي بتشيلك من فوق الارض بتحس قد ايه انه ودي كمان تودينا لقيمه كره القدم وقد ايه بتقرب الناس وقد ايه يعني رغم المنافسات الكبيره جدا جدا والتنافس الكبير جدا جدا لكن في احترام دايما طبعا احترام متبادل كبير جدا يعني. فيعني نتمنى ان كل الشعوب العربيه تظل بهذا الشكل، ونتمنى كمان انه هنا يتعلموا ده يعني ان المنافسه ما فيهاش غبن وما فيهاش كراهيه وما فيهاش
حقد، هي مجرد منافسه جوه الملعب يفوز فيها الافضل نقول له مبروك، ونقول للخسران هارد لك تعوضها في المره اللي جايه، ونخلي كده يعني الدنيا ماشيه كويس في امورها وفي سياقها الطبيعي، بدل ما احنا عاملين حروب وفتن وازمات مفتعله بدون اي داعي، وخصوصا انه الرصيد صفر. يعني عارف لو في رصيد تتركن عليه ممكن افهم ده، لكن انه الرصيد صفر فما فيش حد بيحقق اي حاجه، ما فيش حد بيعمل اي انجاز، ما فيش اي حاجه بتحصل، بالتالي ايه كم الازمات ده مش قادر افهمه. طب دي وسائل او الصحف الاماراتيه، خليني اشوف معاك جنوب افريقيا مثلا والبرتغال قالوا ايه. طبعا ده موقع جول العالمي طبعا بيتكلم على ابن البافانا بافانا طبعا، او نجم البافانا بافانا تاو، بيرفع الكاس الرابعه او اللقب الرابع ليه مع النادي الاهلي بعد طبعا اداء مميز جدا من رفقاء لاكاي بيراميدز في بطوله السوبر المصري. طبعا صوره طبعا بيرسي تاو، اللي نقدر نقول ان بيرسي تاو نسخه مارسيل كولر مختلفه تماما، مختلفه تماما عن صحيح. بيرسي تاو قبل كده ثقه واداء وفعاليه جدا الحقيقه، يعني وثبات ولسه مستوى. كمان ان شاء الله هيزيد، يعني بيرسي تاو لسه ان شاء الله هيقدم مستويات افضل من كده. صحيح، اول موسم فعلي لبيرسي تاو، انا بعتبره السنه دي انضم السنه دي، يعني الموسم ده احنا لسه متعاقدين معاه الموسم ده. صحيح. طيب بعد جول احنا خلصنا طبعا ابولا ده اعتقد صحافه البرتغاليه انه جيمي باتشيكو طبعا المدرب او مدير فني البرتغالي ومدرب بيراميدز بيخسر في نهائي فاينل السوبر كاب المصري بعد طبعا ايام بسيطه جدا من خسارته او لقب الكاس. دي الايستن هيرالد اعتقد بتتكلم على انه طبعا الاهلي هو بطل السوبر المصري مع هدف معلول ذا كيلر، برضو ذا كيلر او القاتل الهدف مش علي معلول. يعني اعتقد طبعا انه مباراه بما انها مع لعوبه في الامارات وسوبر مصري وقياده فنيه اجنبيه سويسري وبرتغالي ونجوم محترفين، النادي الاهلي طرف هتلاقي دايما في متابعه من كل من كل العالم، يعني النادي الاهلي نادي عالمي لانه بيشارك في بطولات كبيره جدا من افضل واكبر الانديه في العالم حسب الاحصاء والتاريخ يعني، وبالتالي لا في متابعه عالميه طبعا من حيث من صحيح. الصحف وكل المهتمين بالنقد الرياضي يعني. الفرقه وصلت بالسلامه للقاهره، قرار مستر كولر 48 ساعه راحه، قفلنا خلاص الافراح وشلنا لقب، شلنا الكاس حطيناه في دولاب البطولات الحمد لله. وانتهت قصه السوبر، ومن بعد بكره ان شاء الله استعداد لماتش الترجي. شايف المباراه ازاي؟ وشايف المقدمات اللي ظهرت في مباراه السوبر يتبني عليها ازاي في مواجهه الترجي في تونس؟ مباراه صعبه، انا شايفها صعبه جدا رغم ان الناس في بعض الناس شايفه ان الترجي يعني عنده بعض الاخطاء الكبيره اللي ممكن النادي الاهلي يستغلها. صحيح ده موجود وهنتكلم اكيد وانت وكل النقاد الرياضيين والبرامج الرياضيه هتتكلم عن فريق الترجي، ولكن فريق الترجي من الفرق الجيده جدا، فريق منظم، ومن اهم المميزات اللي فيه ان المجموعه اللي بتلعب النهارده بقى لها فتره طويله بتلعب مع بعض، عندهم انسجام كبير جدا جدا، عندهم امل كبير جدا مع كابتن نبيل معلول ان هم يحققوا كمان هم كمان ثلاثيه هذا الموسم، دوري وكاس ودوري ابطال، وبالتالي عندهم دوافع كبيره جدا جدا ان هم يتخطوا عقبه النادي الاهلي، ولكن فنيا ونظريا شايف النادي الاهلي الحمد لله افضل كتير جدا 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 فنيا الفتره الاخيره. مستر كولر وتعامله مع كل مباراه على حده هتشوف قد ايه اخطاء ممكن تقراها من مباراه الترجي في الفترات اللي فاتت، خاصه في خط الدفاع، في عندهم يعني كوارث بتحصل في خط الدفاع سواء في الرقابه او التمركز او يقدر ان شاء الله مستر كولر يلعب عليها بشكل جيد، ولكن الترجي فريق جيد ومتماسك ومتصدر الدوري التونسي، اعتقد ان هو كمان حصوله على الكاس، مش فاكر اذا كان حصل على الكاس ولا لسه فاضل المباراه، ولكن هم ماشيين بشكل جيد في دوري الرابطه التونسيه، عندهم امل كبير جدا جدا في هذه المباراه امام النادي الاهلي. حظوظنا بقى والتوفيق بتاع ربنا هو اللي فاضل، لكن طبعا. النادي الاهلي الحمد لله الفتره الاخيره ماشي بشكل جيد فنيا وداخل الملعب وتركيز لاعبتنا الحمد لله الامور واصله من بعد ماتش سان داونز. الاهلي خد 9 لقاءات في 4 مسابقات مختلفه،
حقق فيهم العلامه الفوز علامه كامله، 9 ماتشات احرز فيهم 18 هدف صحيح، استقبلت شباكه هدف وحيد، فاز وتوج فيهم بلقبين، لقب كاس مصر ولقب السوبر المصري. نتائج بتدل قد ايه انت مركز، قد ايه انت وصلت للتوب فورم يعني. انت امبارح الاداء مميز جدا جدا بدنيا وفنيا، التركيز كمان لاعبتنا، وصول بعض اللاعبين ل 8.9 في الاداء الفني والبدني والذهني، لا ده يديلك مؤشر انه الحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد في النادي الاهلي. من اهم النقاط اللي الحقيقه بتبسطني جدا جدا ومخليني مطمن جدا جدا على النادي الاهلي الفتره الاخيره، انه السكواد بالكامل اداؤه متقارب جدا، يعني مفيش حد بعيد، انت تقدر الشحات اللي تراهن عليه انه هيلعب اساسي قاعد دكه كهربا اللي انت مراهن عليه انت اساسي، مش قلقان انت مش قلقان ان في حد ممكن يشترك لاول مره من فتره طويله، فده بيدي لك ارتياحيه كبيره جدا انه الحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد في النادي الاهلي. صحيح. وقبل كل دول هاخد من كلام كابتن اشرف اللي قاله في بدايه كلامه الروح اللي كانت واضحه جدا في مباراه امبارح، وكانت اوضح زي ما قال كابتن اشرف في مباراه الرجاء، ده المفتاح السحري اللي تراهن عليه قبل النواحي البدنيه والفنيه والمهاريه والتكتيكيه للفريق، لانه الروح دي الحقيقه بتعوض فوارق كبيره جدا وبتغطي على مشكلات ان وجدت عندك في اوقات كتير جدا وانت رايح على الماتشات الاهم. تتمنى ان شاء الله باذن الله كده ابو ظبي القاهره، القاهره تونس، لانه احنا مش عارفين هنحط الرحال فين حتى اللحظه، لكن في النهايه ان شاء الله اسبوع بدايته موفقه، نرجو انه ختامه كمان يكون موفق ومطمئن لجماهير النادي الاهلي قبل ان شاء الله ما نستعد لاستقبال الترجي في القاهره. مبروك يا اشرف مره ثانيه. مليون مبروك. واللي جاي ان شاء الله نبارك لبعض ان شاء الله مره ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته وسبعه ان شاء الله، ويكون موسم السباعي. النهارده ذكرى رحيل المايسترو 6/5/2002، الذكرى ال 21 لرحيل المايسترو صالح سليم، رحل عنا بجسده لكن يبقى اسمه واحد من اهم الاسماء والعلامات في تاريخ النادي الاهلي المضيء على مستوى الرياضه وعلى مستوى الاداره على كل المستويات الحقيقه. ويبقى انه الحقيقه مرحله صالح سليم اعتقد انها كانت مرحله فارقه، ارسى فيها كتير من القواعد وخلد اسمه الكبير اوريدي بحروف من نور في تاريخ النادي الاهلي في ذكرى رحيله ال 21. وبعد السادسه بدعوكم لمتابعه شاشه الاهلي فيلم صالح سليم، هيتعرض بدايه من الساعه 7 نفتكر بيه واحد من القامات الكبيرة جدا من أبناء ورموز النادي الأهلي. بشكرك كابتن أشرف، نورتنا وشرفتنا ومبروك مرة تانية. بشكرك جدا أحمد، مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي وجهازه الفني ومجلس إدارته، وإن شاء الله اللي جاي أفضل بإذن الله. واسمح لي باسم زمايلي يعني وكل العاملين في قناة النادي الأهلي أتوجه بخالص التعازي لأسرة الراحل المرحوم والمغفور له بإذن الله الكابتن هاني مصطفى. يبقى الحقيقة واحد من اهم الاسماء اللي عملت واخلصت واعطت للنادي الاهلي، فخالص تعازي لاسره المغفور له باذن الله الكابتن هاني مصطفى. اشوفكم حلقه جديده من السادسه، تحياتي لكم.